لمناقشة تداعيات نتائج الانتخابات في العراق بعد رد مفوضية الانتخابات جميع الطعون، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني بالمنطق إذا كانت مفوضية الانتخابات قد رفضت 294 طعنا من نتائج الانتخابات من أصل 295، لماذا تستمر الميليشيات في رفضها للنتائج أستاذ حسين؟ المفوضية قدرت لحد الآن 18 طعن، أما رفض الميليشيات لنتائج الانتخابات، الميليشيات يعني عاقبها جمهور المنطقة الوسط والجنوب، خصوصا متظاهري تشرين، أو بصورة عامة الجمهور الذي لم يستفد منهم وقد آذوه كثيرا، ويعني سببوا له المشاكل الكثيرة من فقر ومن جوع ومن إيذاء، إضافة للارتهان بالقوى الخارجية على حساب المصلحة الوطنية، وبالتالي لابد أن يحاسبهم الجمهور تكون له كلمة. فرفضهم لنتائج الانتخابات أعتقد هو استقواء على الدولة نفسها، لأنه لحد هذه اللحظة هم عاجزين أن يقدموا الدليل المادي لقضية العدوى الفرد. كلنا ننتظر هذا القضية، أنه هم لا يتكلمون عن المال السياسي الفاسد، لا يتكلمون عن الرشة في الانتخابات، لا يتكلمون عن التهديد، لا يتكلمون عن يعني تحريم مشاركتهم بالانتخابات كميليشيات، يتكلمون عن قضية العدوى الفرد. قضية العدوى الفرد نحتاج إلى أدلة تثبت تورط دول الجوار في هذه القضية، آنذاك سوف يكون يعني كلمة لجميع القوى السياسية والشعبية سواء كانت معارضة أو مؤيدة، لأن الجميع لا يسمح بالتدخل بالشأن العراقي. هم يهددون الدول بالصواريخ والطائرات المسيرة وعاجزين أن يقدموا دليل. أعتقد هم يريدون إدخال العراق في فوضى إضافة للفوضى التي هو فيها عليها الآن. طيب أستاذ حسين، يعني المجلس الأعلى للقضاء يرمي بالكرة في ملعب المفوضية، ولكن السؤال الذي يطرح موضوع نزول الميليشيات بعناصرها إلى الشارع، هل يمكن أن يغير النتائج تحت ضغط وتهديد السلاح؟ أعتقد بعد قرار مجلس الأمن واليوم وقرار الأمم المتحدة أصبحت الأمور يعني مو بصالحهم، لا أن يريدوا تصعيدا وسفك دماء كثيرة، ستجري دماء كثيرة في العراق. بعد قرار مجلس الأمن للانتخابات بغض النظر عن الموقف الشرعي منها او الموقف القانوني منها، لكن هكذا هي الامور ذهبت الى ما الى اقرار اعلى مؤسسه دوليه في العالم. فبالتالي هم يعني يناطحون صخره كبيره جدا ولا يستطيعون الثبات والمقاومه على هذا الامر، اما ان يدخلوا في يعني صراع داخلي وهو خصوصا صراع محدد بين يعني المكون الشيعي، الشيعي الشيعي الصراع، واما ان يرضخوا ويقبلوا بهذه النتائج. واعتقد يعني على يعني عبرة تاريخ الانتخابات أن هناك ستكون صفقات في تشكيل الحكومة ويسكت الجميع ويرضيها، أو سوف يكون هناك فيتو من الفيتو الأمريكي والإيراني ويلملم هذه الضجة كلها بالتراضي، علما أنه الحكومات في العراق منذ أربع انتخابات لم تشكل وفق نتائج الانتخابات على أساس أولا المحافظة، ثانيا العامل الخارجي هو الأهم في تشكيل الحكومة وخاصة في اختيار رئيس الوزراء. أستاذ حسين، يعني فيما يخص تشكيل الحكومة، تعتقد أن مقتدى الصدر يمكن أن يشكل الحكومة أم أن استمرار الخلافات بين تياره وتحالفي الفتح والمالكي يمكن أن يغير المشهد في المستقبل؟ السيد مقتدى الصدر لا يستطيع تشكيل حكومة ب 73 نائب، لابد من التحالف مع قوى أخرى، وهذه مشكلة الانتخابات العراقية، هو غياب الأغلبية التي تستطيع أن تشكل حكومة. مشكلة السيد مقتدى الصدر ليست مع المكون الكردي ولا مع المكون السني، مشكلته مع المكون الشيعي. المكون الشيعي لديه مشكلة في تولي يعني أحد أعضاء التيار الصدري رئاسة الوزراء، ولأنه لا ندرك أنه من 2003 وإلى الآن أغلب منصب رئيس الوزراء كان لحزب الدعوة أو لأنصار حزب الدعوة، المالكي، الجعفري، العبادي، فبالتالي خسارة منصب رئاسة الوزراء يعتبرونها يعني سوف تكون بداية نهاية حزب الدعوة والقوى القريبة منها، سينتقل إلى التيار الصدري وتعتبر هذه خسارة كبيرة، فيضغطون أكثر لعله يحصلون على شيء ما.
في خبر العاجل موجود في أسفل الشاشة، الخبر يقول مفوضية الانتخابات في العراق تقرر إعادة العد والفرز اليدوي ل 234 محطة انتخاب، وذلك على خلفية تهديد الميليشيات اقتحام المنطقة الخضراء. تعتقد أن الميليشيات يمكن أن تقتحم المنطقة الخضراء نتيجة الضغوط التي تمارس على الكاظمي وغيره من أرباب العملية السياسية أستاذ حسين؟ هو اليوم في تصعيد وفي ضغط على المفوضية وعلى الحكومة والتهديد بدخول المنطقة الخضراء، وبالتالي أي استجابة من المفوضية أو الحكومة إلى هذا التهديد سوف تفسد ما هو أصلا بالأصل فاسد. يعني الشعب العراقي يدرك بأن الانتخابات شابها كثير من التزوير، من مال سياسي فاسد، من تهديد، من مشاركة الميليشيات، وإذا ما رضخت المفوضية لمطالب الميليشيات فبالتالي لا يبقى شيء اسمه انتخابات. وهذا وارد، لأنه قبل لحظات المفوضية قبل 18 طحن، قد يجوز من هذه 18 طحن نسبتها هذه الصناديق، وبالتالي صناديق 400 صندوق قد يجوز تغير من نسبة 4-5 نواب. هم لا يريدون هكذا، هم يريدون أغلبية، وهذا الأمر مستحيل. يعني ما ممكن، كيف تكون أغلبية من أي قائمة سوف يأخذون؟ لا يزرعون على تيار الصدر أن يأخذوا من قوائم. طيب المكون السني معلومة مناطق الجغرافية والانتخابية. نعم. القصة معقدة جدا. طيب أستاذ حسين، الكاظمي قام بتوزيع أراض لرئيس وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، بماذا تفسره في هذا التوقيت تحديدا؟ والله أنا أعتقد المحكمة الاتحادية هي جزء من المشكلة، وأحدثت مشكلة ما زال الشعب العراقي أو ستحدث مشكلة أخرى إضافة للمشاكل التي عانى منها العراقيين، خصوصا في 2010 عندما فازت القائمة بتشكيل حكومة. يبدو أن الاتصال يعني ربما قد لا يصلنا بشكل واضح. على أي حال، من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.